القصد ديالو شنو؟ الا كنتي رئيس فريق الوداد، على السؤال اللي بغيت نطرح، هذوك الفلوس منين كتجيبهم؟ السؤال الاول. السؤال الثاني، لعابه الوداد القدام بداو كيبكيو على داك القميص اللي ضحاو عليه لعابه من عبد الرزاق، من الحريزي، من بن جنون، من طبقه الوداد الاصيل اللي حاربوا على قميص على الوطن. وانت جيتي راك رئيس، حاربتي اكرم، حاربتي واحد المجموعه. الا كنتي رئيس الوداد، ريح مع المدرب، مع قدماء اللاعبين الوداد اللي خليتيهم كيبكيو، لا كبير ولا صغير. اسفتي الكره المغربيه، والعيب ديالك راه بان في الاخر. حشومة لعاب يهز القميص الوداد ويوصل مهزله في مصر، مهزله الكره المغربيه. اشنايا غتقول انت اللي كتعرف الكره في المغرب؟ انت هو رئيس الوداد، شريت اي مدرب كدير به السبه، انت عندك باليزه. حشومه، عيب عليك. اسفتي كاع البيضاويين كلهم، خليتيهم كيبكيو. الودادي كنعرفهم بكل احترام، انا وضرب سلطان، واول مره كنهضر في هذا الميكرو هذا. اللي الودادين الاصليين قدماء الوداد، رجال ونساء وداك الشيء، قالوا كيريحوا مع عبد الرزاق مكوار. انا كنقولها في المنبر الاعلامي، قالوا كيريحوا مع السي عبد الرزاق مكوار، كيدير معاهم رينيو، كيقول له شنو كاين الفرقه، شكون اللاعب اللي قبيح، اشنو اللي كاين لاعب في الوداد. كتهضر لا ديسيبلين. انت عندك شكاره بوحدك في المغرب؟ الا كانت عندك شكاره سيدي المشاريع في المحمديه وطنجه وتطوان، كنتو تخسروا كتبينوا حنا تيديكم. هذه هي الوداد، ها هادو هما اللعابه اللي جايب. فاول حاجه الرئاسه ديال السعيد ناصري فريق الوداد البيضاوي لهذه المده هذه كانت عندها الايجابيات وكان عندها السلبيات. الايجابيات ديالها صراحه ملي جا حيدنا شحال ديال الديون، عصبه والى غير كذلك الى غير ذلك. هادشي ماشي غريب على فريق الوداد، لانه كنا دائما حنا سباقين للتتويج، الفريق الاول في المغرب. ولكن كان عندها سلبيات، لان هذا السير انفرادي. سعيد نصيري ما حتى واحد ما كيشكك في الوداد، في التوداديه ديالك. ولكن اول حاجه خصك تدور بك ناس وداديين، ناس اللي تيفهموا في كره، لا في ماركتينغ، لا في سبونسورينغ، لا في الطبيب، لا بزاف ديال الحوايج. وخصك تبدا تشاور. سي سعيد، حنا ماشي تنقولوا سير في حالات كل هذه، ولكن خاص يكون رئيس لانه اللي تيفهم في الكره واللي تيتفاهم، اللي كيتشاور مع الناس. هاد المده هاد الى مشيتي دابا حاليا كاين واحد القانون جديد ديال الشركه، لانه خص يكون المنخرط عنده على الاقل عامين في رئاسه السير في انخراط فريق الوداد البيضاوي. باش تمشي حاليا خاص اول حاجه تحط الاستقاله ديالك ونقلبوا على رئيس. سعيد نصيري كودادي حر، كنلبي لك، كنوجه لك واحد 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 النداء. هذا اخر فرصه لك، هذه راه الوداد الا ما بقيتيش قاد عليها قولها لنا. وبالنسبه لرئاسه العصبه الاحترافيه جبدت لنا غير الصداع، كنتعدى اي مغربي لانه يشكك في ان سعيد نصيري استغل البوست ديالو ديال العصبه الاحترافيه لصالح فريق الوداد البيضاوي وديما وداد. انا خويا شحال من عام وانا تنعرف الوداد، الوداد هذاك النصيري راه ما دار والو تقريبا، وراه ما كاينش بحال الوالد الكراكي كذب على الكذاب، ماشي وليد المدرب. من ناحيه شي رئيس يكون ود الشعب وقريب من الكره تقريبا، ويكون تيفهم في الكره، هو اللي يقدر يمشي بالوداد شويه بعيد. اما النصيري خويا راه بان ليا ما دار مع الفرقه والو، ما دار والو. هذا الشيء اللي تنقول من الاخر اخويا. ناصيري كما قلنا، ما داك السيد ما كيشرفناش وما كيشرفش نادي الوداد البيضاوي، وهذاك السيد ما يستاهلش يكون رئيس ديال الوداد. وكنتمناو يكون شي رئيس اللي غيجي ان شاء الله يكون يعرف قيمه الوداد وقيمه التوني. عند داك التوني صعيب باش تلبسو، حيت التوني ديال فريق كبير، فريق اللي كان كيمثل الكره المغربيه والكره الوطنيه. يعني ما يستاهلوش الشوهه اللي وقعت لينا وهذا الشيء اللي وقع لينا. وكنتمناو الفريق ديالنا ان شاء الله اللي يلقى الرئيس اللي كيناسبو، شي رئيس يكون كيشرف النادي ديالنا. وهادو اللي دازوا دابا كاملين ما كيشرفوا، هاد اكرام النصيري كاع الجوج الاخرين ما كيشرفوناش. حنا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى بان النصيري حيد عنا يمشي في حالاته، وكنطلبوا عاوتاني من الله يجي وليد الكراكي ولا عموته باش نستمروا في النتائج اللي هي مزيانه مع فريق الوداد البيضاوي. وهذا الشيء اللي كنتمناو. الناس اللي عندهم مع السياسه ما عندنا ما نديروا بهم، حنا بغينا عموته ولا وليد الكراكي.